بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه، واكفنا وسائر المسلمين ما أهمنا من أمري الدنيا والآخرة يا رب العالمين، وعافنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وآبائنا وأمهاتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح عشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلوم مشايخهم وتلامذتهم وقراء مصنفاتهم في الدارين، آمين. في الجلسة الماضية والتي قبلها بدأنا في أحكام القسم والنشوز، والقسم والنشوز أحكام تتعلق، القسم أساسا يتعلق بمن تزوج أكثر من واحد، والنشوز غالبا ما يتعلق بالزوجة وهي عدم طاعتها لزوجها، وإن كان أحيانا يكون من جهة الزوج، بس الغالب العام يأتي من جهة الزوج. قلنا في الهامش، هنقرأ كلام الهامش الأول وبعدين نبدأ من حيث وقفنا. يقول: فصل في أحكام القسم والنشوز، وهو تابع لأبواب النكاح، لباب النكاح. فصل في أحكام القسم والنشوز، والأول من جهة الزوج اللي هو القسم، والثاني اللي هو النشوز من جهة الزوجة، يعني على سبيل الغالب يبقى من جهة الزوج. ومعنى نشوزها ارتفاعها عن أداء الحق الواجب عليه، وإذا كان في عصمة شخص زوجتان فأكثر لا يجب عليه القسم بينهما أو بينهن، حتى لو أعرض عنهن أو عن الواحدة فلم يبت عندهن أو عندها لم يأثم، يعني لا يجب بمجرد العقد، يبقى القسم لا يجب بمجرد العقد بل يجب بالدخول، فإن عقد على أكثر من واحدة ولم يدخل بهن لا يجب عليه القسم، فإن دخل بواحدة منهن وجب عليه القسم. يبقى لما بيقول لا يجب هنا، أي لا يجب بمقتضى العقد بل يجب ببعد الدخول. ولكن يستحب ألا يعطلهن من المبيت، يعني يستحب أن الإنسان إذا عقد على امرأة ألا يعطلها من أن يدخل بها، مش يسيبها معلقة كده عقد عليها ولم يدخل بها، فلا يطيل عليها هذا. ولكن يستحب ألا يعطلهن من المبيت ولا الواحدة أيضا، بأن يبيت عندهن أو عندها، وأدنى درجات الواحدة ألا يخليها كل 4 ليال عن ليلة. والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة، مرة بيقول ليس واجب وهنا بيقول واجبة، يبقى هنا بيتكلم بعد الدخول، يبقى واجبة بعد الدخول. وتعتبر التسوية بالمكان تارة وبالزمان أخرى، أما المكان فيحرم الجمع بين الزوجتين فأكثر في مسكن واحد إلا بالرضا، وأما الزمان فمن لم يكن حارسا مثلا، يعني عمله بالليل، فعماد القسم في حقه الليل والنهار تبع له، ومن كان حارسا يعني عمله في الليل فعماد القسم في حقه النهار والليل تبع له، ولا يدخل الزوج ليلا، هو حقه يقول ولا يدخل الزوج في التابع أفضل، على غير المقسوم لها لغير حاجة، وإحنا شرحنا ليه في التابع في الجلسة الماضية، لأن لا يدخل في الأصل إلا لضرورة، أما في التابع له أن يدخل لحاجة، فإن كان لحاجة كعيادة ونحوها لم يمنع من الدخول، وحينئذ إن طال مكسه، يعني لو دخل عليها في التابع لحاجة وطال مكسه عن الحاجة قضى من نوبة المدخول عليها مثل مكسه،
فإن جامع لو جامعها كمان قضى زمن الجماع لا نفس الجماع، إلا أن يقصر زمنه فلا يقضيه. وإذا أراد من في عصمته زوجات السفر أقرع بينهن، لو أراد يسافر وعايز ياخد واحدة منهن يقرع بينهن. لكن افرض هم كلهم مش عايزين يسافروا إلا واحدة موافقة، مش محتاج قرعة بقى؟ واضح؟ يعني هم كلهم متزوج أربعة، ثلاثة منهم بيقولوا احنا مش عايزين نسافر، خلاص مش محتاج قرعة، اللي هي موافقة خلاص ياخدها. لكن لو كلهم مش متنازلين عن حقهم للزوج، ففي الحالة دي الزوج يقرع بينهن وما يختارش هو، لا يختار. أقرع بينهن وخرج، أي سافر بالتي تخرج لها القرعة، ولا يقضي الزوج المسافر للمتخلفات مدة سفره ذهابا. فإن وصل مقصده وصار مقيما بأن نوى إقامة مؤثرة، وإحنا قلنا الإقامة المؤثرة يعني أربع أيام بلياليها، دي اسمها الإقامة المؤثرة، يعني اللي يفقد فيها أحكام المسافر ويصير مقيما، اللي هي أربع ليالي وبنهارها يعني 20 وقتا، اللي هي 20 وقت، لأن اليوم والليلة فيها 5 أوقات، 4 ليالي بأيامها تبقى إيه 4 × 5 بـ20 وقت، يبقى دي اسمها إقامة مؤثرة. بأن نوى إقامة مؤثرة أول سفره أو عند وصول مقصده أو قبل وصوله قضى مدة الإقامة إن ساكن المصحوب. يبقى لو سافر مع زوجته التي أقرع لها فخرجت في القرعة، ثم أقام معها أكثر من مدة 20 وقت، يعني فترة إقامة 20 وقت، فما زاد في المكان اللي هيسافر فيه قبل أن يعود، وكان قد ساكنها يعني سكن معها في نفس الموضع، لكن لو هي سكنت عند أهلها وهو بيقضي مصالحه يبقى مفيش مشكلة، ساكنها يعني بات معها، يبقى في الحالة دي لازم يقضي للزوجات لما يرجع مثل مدة إقامتي معها لا مدة سفره. إن ساكن المصحوب معه في السفر كما قاله الماوردي، وإلا لم يقضي. أما يعني إلا لم يقضي يعني وإن لم يساكنها لا يقضي، أدي معنى وإلا لم يقضي يعني وإن لم يساكنها لا يقضي. أما مدة الرجوع فلا يجب على الزوج قضاءها بعد إقامته، لا مدة الذهاب ولا مدة الرجوع. وإحنا وقفنا عند هذا القول، وإذا تزوج الزوج جديدة، هنبتدي النهاردة الشرح من هنا بقى، اللي فات ده كله كان مراجعة. وإذا تزوج الزوج جديدة خصها حتما يعني وجوبا، حتما هنا يعني وجوبا، ولو كانت أمة، يعني هو تزوج أمة مش حرة كمان، وكان عند الزوج غير الجديدة وعنده زوجة أخرى يعني، وهو يبيت عندها ب7 ليال متوالية إن كانت تلك الجديدة بكرا. يبقى لو تزوج بكر وعنده زوجات خص الزوجة الجديدة البكر ب7 ليالي متوالية خارجة عن القسم، كويس؟ لو كانت سيبة 3 ليالي، لو كان عنده زوجات، طب ما عندوش غيرها خلاص ما هو هيقعد معاها بقى مفيش إشكال، واخد بالك؟ لكن هنا يكون عنده زوجات أخرى. وإن كانت تلك الجديدة بكرا ولا يقضي للباقيات، وهنعرف مين هي البكر ومين هي السيب في أثناء الشرح بقى. إحنا الأول بناخد الأحكام بسرعة عشان الأول تثبت. وخصها ب3 متوالية إن كانت تلك الجديدة ثيبا، لو تزوج امرأة ثيب وكانت هذه الجديدة ثيب يخصها ب3 أيام متوالية مش 7 بقى. فلو فرق الليالي بنومه ليلة عند الجديدة وليلة في مسجد مثلا لم يحسب ذلك اللي هو باته في المسجد، بل يوفي الجديدة حقها متواليا، يبدأ يعدهم من أول وجديد، كويس؟ يعني هو قاعد معاها يومين والجديدة ركبت بكر، المفروض يقعد معاها 7، وراح نزل اعتكف في المسجد يوم وليلة، يبقى قطع الموالاة، يبقى عليه ان هو يقضي معاها 7 ليالي بعد ده متتالية، واليومين اللي قضاه معاها الاول يردهم للباقيات، واضح؟
طبعا اللي يعمل كده ويقعد يحسبها هيحرم يتجوز على مراته، هتبقى مشكلة، لأنه هتبقى عشان تعرف إن الزواج على المرأة أكثر من واحدة مسؤولية للزوج أكثر وتكليف شديد للزوج. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في عز مرض وفاته كان يتحامل وكل يوم يقول أين أنا غدا، أين أنا غدا، ويحملوه ويسندوه ويروح، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربنا سبحانه وتعالى خصه على أحد الأقوال أن القسم كان مستحبا في حقه وليس واجب، على أحد الأقوال يعني، لأن ربنا قال له إيه، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، كأنه رفع عنه وجوب القسم. ليه رفع عنه وجوب القسم؟ لعدل النبي، لأن النبي عادل مش هيظلم برضه، حتى ولو لم يكن القسم واجبا في حقه فهو لن يظلم. لكن بالرغم من كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي هذا الأمر، وكان بعد ذلك كله يقول اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك وتملكه أنت، اللي هو القلب يعني الميل القلب. لم يحسب ذلك اللي هي إيه، الأيام ما تحسبش اليوم اللي قطعه، والأيام اللي فاتت يعيدها للتانيين ويجيب لها سبعة متتالية أو ثلاثة متتالية إن كانت سيدا، واضح؟ فليوفي الجديد حقها متواليا ويقضي ما فرقه للباقيات. وبعد كده هنخش في موضوع النشوز، نخلص الحتة دي الأول عشان نخلص أحكام القسم وبعدين ندخل في موضوع النشوز لو في وقت النهاردة. بيقول الشيخ البيجوري تعليقا على ما سبق، وإذا تزوج الزوج أي ولو رقيقا أو غير مكلف، يعني ولو كان هذا الزوج رقيق يعني، أو هذا الزوج غير مكلف يعني صبي، لكن الوجوب على وليه، وجوب القسم للصبي إن زوجه وليه على الولي إن هو ياخد الولد ده يبيته عند كل زوجة من الزوجات، إيه يعني يعلمه إزاي، يبقى مسؤول عن هذا، يبقى الوجوب على الولي إن كان صغيرا. قول جديدة، وإذا تزوج الزوج جديدة أي ولو بتجديد عقدها بعد بينونتها حتى لو طلقها طلاقا بائنا قبل تمام السبع الأولى ثم نكحها وجب لها سبع زيادة على ما بقي من السبع الأولى إن كانت بقية على بكارته، يعني بيقول لك حتى ولو كان سبق إن هو تزوج هذه المرأة وطلقها ولم يدخل بها ثم تزوجها مرة أخرى بقت بالنسبة له برضه جديدة، ولا طالما بقي على بكارتها يبقى ليها سبعة أيام. طب افرض تزوجها قبل ذلك وهي بكر وطلقها رابع يوم كويس أو ثالث يوم يعني ما كملش معاها سبعة، ثم أراد أن يردها بعد انقضاء عدتها لا في عدتها، واضح؟ بعد انقضاء عدتها يعني بعقد جديد، تعود إليه بالعقد الجديد وعليه إن هو لأنها صارت سيبا عليه ثلاث أيام ويقتلها الباقي من السبعة اللي عليه، واضح؟ يعني كأن القسم يفضل إيه في رقبته لا يزول بالتقادم ولا بمرور الزمن، فيفضل حق للزوجة عليه على طول. عشان كده شوف كلام الشيخ البيجوري بيقول إيه، أي ولو بتجديد عقدها بعد بينونتها يعني بعدما صارت بائنة يعني حتى لو طلقها طلاقا بائنا قبل تمام السبع الأولى ثم نكحها وجب لها سبع زيادة على ما بقي. ليه؟ لأن طالما فرقها يبقى مش هيجيب الباقي، ده هيجيب سبعة متتالية. طب والفترة اللي قضاها يبقى إيه، يعوضها للزوجات الباقيات أو هم أخذوها لأنه طلقها وما بقاش ليها قسم فمش محتاج يعيدها، واضح؟ وجب لها سبع زيادة على ما بقي من السبع الأولى إن كانت بقية على بكارتها، وإن صارت ثيبا وجب لها ثلاث زيادة على ما بقي. وفضل بكر دخل بها، افرض دخل بها وسبها على بكارتها، افرض دخل بها ما دخل بها ولم يجامعها فضلت على بكارتها خلاص بقت سيبة، يبقى ليها ثلاثة وليها ببقية لأنها سيب. لكن لو ردها وتزوجها مرة ثانية وهي ما زالت بكر ليها سبعة كاملين،
واللي قضاهم معاها مش محسوبين، واخد بالك ازاي؟ فرق بين السيب والبكر. وجب لها ثلاث زيادة على ما بقي، ويجري وإن صارت سيبا وجب لها ثلاث زيادة على ما بقي، يعني الثلاث بتاع السيب زيادة على ما بقي من الزواج الأول، ويجري نظير ذلك في السيب ابتداء، وخرج بالجديدة الرجعية اللي هو بيردها فترة إيه العدة دي ملهاش حاجة، واخد بالك؟ لأن دي ما ردهاش بعقد جديد، دي ردها وقت العدة. وخرج بالجديدة الرجعية فلا حق لها في الزفاف ثانيا، يعني طلقها وردها قبل ما ينقضي عدتها، يبقى دي عادي تخش في دور القسم عادي، ملهاش بقى أيام تاني. لكن لو طلقها طلقة بائنة كخلع مثلا، فلا يستطيع أن يتزوجها مرة أخرى إلا بعقد جديد، مش كده برضه في الخلع كده؟ أو طلقها وانقضت عدتها فلا يستطيع أن يردها بعد عدتها إلا بعقد جديد وزفاف جديد. فهمت بقى المسألة؟ يبقى الرجعية ملهاش إنها تاخد السبع ليالي أو الثلاث ليالي بتاع البكر أو السيب. أيوه. لا، المتبقي ده لازم يقضيه. أيوه طبعا. قوله خصها حتما، وكلمة حتما أي وجوبا. وجوبا لتزول الحشمة بينهما، لأن البكر لسه ما لهاش إيه حديثة عهد بالرجال ولسه مكسوف، فما يقعد معاها سبعة أيام تقوم تزول بقى إيه حياها. ده علة الفقهاء قالوها على فكرة، لكن هي حق شرعي. افرض هي حتى بكر وما بتتكسفش، طول ما بتتكسفش بقى مش مهم. لا، ليها برضه السبعة، ليها ليه؟ لأن دي علة فقهية وليست علة شرعية. الفقهاء بيقولوا ربما الشرع خص البكر بالسبع لتزول حشمتها، لعدم لأنها ليست لها عهد بالرجال، بخلاف السيب لها سابقة خبرة مع الرجال، ففي خلال ثلاثة أيام كفاية. دي علة فقهية وليست علة شرعية عند من النبي، وبالتالي لو زالت لا يزول الحكم، لأن دي تعليل فقهي للحكمة وليس علة شرعية. في فرق بين الحكمة والعلة، والحكمة وصف غير منضبط، والعلة وصف منضبط. فهمت؟ لما تبقى علة شرعية وصفها منضبط، يبقى إذا زالت العلة زال الحكم، وإذا وجدت العلة وجد الحكم، إنما الحكمة ما تفرقش ملناه، وجدت ما وجدتش ملناش دعوة. فهمت بقى إزاي؟ أي وجوبا لتزول الحشمة بينهما، وهذا التعليل جرى على الغالب بين الفقهاء، يعني التعليل ده. وإلا فقد لا يكون بينهما حشمة كالتي طلقها ثم جدد نكاحها، فإنه يجب لها حق الزفاف كما مر مع أنه لا حشمة بينهم. واضح الكلام؟ يبقى الأحسن ما كنش يقول هذا التعليل، علشان ما يبقاش فيه كلمة العلة اللي هي في باب القياس معروفة، اللي هي وصف منضبط. فكان يقول إيه؟ وهذا لحكمة جرى على الغالب، علشان ما يجيبش له كلمة علة، لأن إحنا العلة مرتبطة في ذهن أي دارس لأصول الفقه إن الحكم يبقى مع بقائها ويزول مع زوالها، لكن الحكمة لا. واضح؟ والفرق بين العلة والحكمة إيه؟ إن العلة وصف منضبط ظاهر منضبط، كالإسكار في الخمر ده وصف ظاهر منضبط، يبقى أي شيء يذكر يبقى حرام حكمه كده. واضح؟ لأن الإسكار وصف منضبط وهو زوال العقل. لكن أما نقول مثلا إن السفر الطويل اللي هو في قصر الصلاة يجوز فيه الفطر في نهار رمضان، نقول الحكمة المشقة وليس العلة المشقة. يعني لو كان سفر مريح برضه له أن يفطر. فهمت بقى إزاي؟ يبقى السفر الفطر في السفر الحكمة فيه المشقة، من أجل المشقة، رفع إيه؟ رفع الحرج بسبب المشقة، وهذه حكمة وليست علة، بحيث أنه لو سافر بغير مشقة له أن يفطر أيضا. فهمت بقى الفرق بين الحكمة والعلة؟ وعشان كده هم قيدوا السفر بالمسافة مش بالمشقة، فقالوا المسافة علة، لأن المسافة وصف ظاهر منضبط، تقول كذا كيلو. فهمت إزاي؟
على الخلاف بين الفقهاء، واللي عليه الفتوى الآن حوالي 82 أو 84 كيلو زي نصاب الذهب، عشان تفتكر. يبقى نصاب الذهب قد إيه نصاب الصفر، بس الذهب بالجرام والصفر بالكيلو جرام، بالكيلو متر مش بالكيلو جرام، واخد بالك؟ عشان تبقى الرقم يعني ازاي ظاهر كده. وان كان الشافعيه بحسابهم والاحناف 100 حوالي 75 كيلو، ده السفر الطويل عندهم 175 على حساب الشافعيه، لكن على حساب الاحناف لا، على خلاف بالميل عند الاحناف وعند الشافعيه. الميل عند الاحناف 1800 متر، والميل عند الشافعيه حوالي 3 كيلو وشويه، 3000 متر وشويه. وبالتالي لما تيجي تحسبها هنبقى نقولها بقى ايه. احنا قلنا الكلام ده في باب السفر قبل كده زمان يعني، بس للي بيذاكر، واللي بيذاكروا ماتوا خلاص الحمد لله، ان لله وانا اليه راجعون. عايز تشوف الطلبه اللي بتذاكر تزور المقابر. يبقى هنا بيقول ايه، وعلشان كده احنا بيقول وهذا التعليل كان حقه يقول وهذه الحكمه، وهذه لحكمه جرت على الغالب، وهذه لحكمة جرت على الغالب، اللي هي مراعاة للفظ العلة انها تفضل في ذهنك مرتبطة ببقاء الحكم او زوال الحكم. واضح؟ والا فقد لا يكون بينهما حشمة كالتي طلقها ثم جدد نكاحها فان يجب لها حق الزفاف كما مر، مع انه لا حشمة بينهما. عشان كده بيقول لك ان ممكن لو تزوج الزوجة دي وكان متزوجها قبل كده بعقد جديد ليها الثلاث ايام، مع ان مفيش حشمه بينهما لان هم اصلا كانوا ازواج قبل كده، بس برضه ليها حقها الثلاث ايام. فيبقى موضوع زوال الحشمه وعدمها دي حكمه وليست علم. قوله ولو كانت اما، ولو كانت الزوجه دي اما، مش تقول بقى علشان اما هنديها ثلاث ايام ونص، نص الحره يعني، حره ليها لو اما بكر اديها ثلاث ايام ونص، ولو اما ثيب اديها يوم ونص، نص الثلاثه. لا، ليه؟ لان دي عباره عن الامه امراه، الامه طلعت ونزلت امراه انسان، فلو كانت المساله زوال الحشمه فهي محتاجه برضه نفس المده كده برضه، فدي طبائع، فده حكم متعلق بالطبائع. وطالما حكم تعلق بالطبائع يبقى ايه، لا يشترط فيه، لا يختلف باختلاف الحريه او الرق. واضح المساله؟ عشان كده قال لك ولو كانت امل. احسن تظن وانت بتقرا وتكون طالب فقه جديد إن الكلام ده خاص بالحرة ويبقى الأمة ليها نصف حق الحرة، لا، يقول لك ولو أمة برضه دي. ولو كانت أمة أي أو صغيرة كمان محتملة للوطء، قد تكون صغيرة في السن لكن تحتمل للوطء. ليه؟ لأنها كبرت. في بعض البيئات تلاقي البنت تكبر على سن 9 سنين بقت عروسة ويجي لها الحيض وكل حاجة، زي في البلاد الحارة، البلد الحارة تلاقي يجي لهم الحيض بدري، والبلاد الباردة يجي لهم الحيض متأخر قوي. فتلاقي البلاد اللي جنب خط الاستواء يعني يبلغوا على سن 9 سنين تحيض، والولد يمكن يبلغ الحلم على سن 10 سنين. في أوروبا هتلاقيه على سن 14 سنة الولد، والبنت على سن 14-15. كلما رحت في البلاد الباردة كلما تأخر سن البلوغ، كلما كنت في بيئة حارة كلما كان سن البلوغ مبكرا. أي أو صغيرة محتملة للوطء أو نحوها، أو نحو رتقاء، حتى ولو كانت رتقاء أو قرناء، يعني ملهاش فتح فرج، واخد بالك؟ الرتقاء والإيه والقرناء اللي هي واحدة ملحومة بالعظم والتانية ملحومة باللحم. وإنما سوى بين الحرة والأمة ليه؟ لأن ما يتعلق بالطبع لا يختلف بالرق والحرية، كمدة العنة والإيلاء. زي احنا قايلين قبل كده ان لو تزوج رجل ولم يستطيع ان يجامع زوجته مثلا بسبب عنة، يعني عنة يعني ارتخاء في الذكر، عدم قدرة على الانتصاب، سموها العنة، كويس، او العنة بضم العين، او العنة بفتح العين، يقول لك بايه اللي هو يعني ليس له قدرة على انتصاب في الذكر. فقامت ايه الزوجة دي رفعت قضية عند القاضي، واضح؟ القاضي يديله مهلة سنة، يديله مهلة ايه سنة،
بقول لك يمكن اختلاف الطبع، يمكن هو لسه مكسوف منها، يمكن هو المكان مش مناسب، يمكن 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 يديله سنة، يمكن يروح يتعالج يتحسن، بعد سنة استمر يطلق القاضي، يبقى بيدي مدة سنة. والسنة من امتى؟ من اول ما ترفع القضية، مش من يوم العقد، مش من يوم الدخول. واضح؟ لان ده متعلق بالطبع برضو، لان في بعض الرجالة طبعهم كده، لما يبقى لسه جديد مع واحدة يبقى مكسوف منها شوية، فين بقى على ما ياخد عليها؟ اديله فرصة، يمكن مش مريض بس هو حيي زيادة عن اللزوم، تحتمل، فيقوم القاضي يديله سنة، لان ده امر متعلق بالطبع. واضح؟ المحاكم القانون الحالي ربما احنا نسأل بقى بتوع القانون خدوا بيه، لان ده رأي فقهي، ده عند المالكية والشافعية كده تديله سنة، عند المالكية والشافعية. نشوف بقى القانون المصري هنا معمول بايه، هل خدوا رأي الاحناف فيها، هل الاحناف لهم رأي اقل من سنة او ازيد من سنة، نسأل. لكن احنا دلوقتي بنشرح المذهب الشافعي يعني. والإيلاء، وبرضه مدة الإيلاء أقصاها إيه؟ 4 شهور. للذين يؤلون من نسائهم تربص إيه؟ 4 أشهر. يبقى أقصاها 4 شهور. إنه يقسم ألا يقرب زوجته. الإيلاء جاي من الحلفان، القسم. حلف ألا يقرب زوجته. نقوم نديله فرصة 4 شهور. يا إما يفيق ويقربها، يا إما يطلقها. هو حلف ألا يقربها وخلاص، ما حددش. لا، غير الظهار. الظهار ولا انت كظهر امي. الايلاء دي حكم تاني، الايلاء انه يقسم الا يطأها وما حددش مدة. كويس؟ يقوم الشرع يعمل ايه؟ يديله مدة اقصاها 4 شهور بنص الآية. للذين يقولون من نسائهم تربص ايه؟ 4 أشهر، الشرع اللي قايلها. لا القاضي قالها ولا اجتهاد من حد. ده نص قرآني 4 أشهر. حتى سيدنا عمر استأنس بهذه الآية، وكان يخلي الجند اللي في الغزو ما يغيبش عن زوجته أكتر من 4 شهور وينزله أجازة. استأنس بها في أجازات الجند سيدنا عمر بن الخطاب في خلافته. واضح؟ يبقى إيه مدة العنة أو العنة والإيلاء؟ الاتنين دي متعلقة بالطبع، فخلاص زي هنا برضو، دي 3 أيام للسيب ودي 7 أيام للذكر، فدي أمور متعلقة بالطبع، فما لهاش علاقة بإن حرة أو غير حرة، أما أو صغيرة أو كبيرة أو قرناء أو شيء من هذا، خدت بالك؟ يبقى دي أمر متعلق بالطبع. قول وكان عند الزوج غير الجديدة وهو يبيت عندها، يعني كل دي شروط علشان يجب ليها السبع، يبقى عنده زوجة تانية غير الزوجة اللي تزوجها الآن. واضح؟ وإنه يكون دخل بالزوجة الأولانية علشان يجب القسم التانية وتاخد لها السبع. لما افرض عنده زوجة تانية بس بعقد ولم يدخل بها بعد، وعقد على التانية، يبقى ما يجبش عليه 7 لحد ما يبقى يدخل بواحدة فيهم، لأن احنا قايلين إن القسم لا يجب، لا يجب بمجرد العقد، بل يجب بالدخول. واضح المسألة؟ عشان كده كل دي قيود مهمة عند الفقهاء أما تيجي تقرأها. لو دخل بواحدة وجب الدخول بالباقي، وإلا يبقى ظالم. لكن مش عايز بقى ما دخلش بولا واحدة يبقى مش ظالم، لكن يستحب ألا يعطلهن. واضح؟ يعني اتجوز 2 عقد عليهم وسافر في عقد عمل، بيكون نفسه، جه بعد 10 سنين، واخد بالك؟ الحمد لله كون نفسه وكوم نفسه برضه، رجع بقى بأمراض الدنيا، واخد بالك؟ ودخل بواحدة فيهم يبقى وجب الدخول بالتانية على طول. فهمت؟ دخل بواحدة فيهم يبقى بعد 7 أيام وجب ان هو يدخل بالتانية ويقعد معاه 7 أيام، وبعد كده يبقى دي يوم ودي يوم لحد ما يجننوه. واخد بالك؟ احنا طبعا لا نتمنى له الجنان يعني، لكن احنا ايه، نحذره بس من اكثر من واحدة في هذا الزمان. والله بس كل حين ومين بتلاقي راجل برضو عاملها يعني، كل شوية كده بتلاقي ناس عملتها، بس ما شفناش حد عملها في زماننا ده وكسب. والله دي حقيقة، كل اللي حواليا وعملوها أكتر من واحدة ما كسبوش، إما فشل في عمله أو عاش في أزمات مع أولاد دي وأولاد دي، أو ضيع حياته العلمية، إن كان راجل كان ليه يعني نشاط علمي فضيع حياته العلمية بين إرضاء دي وإرضاء دي وإرضاء الولاد دي وإرضاء دي،
فتلاقيه اتلخم. يعني انا اعرف دكاتره كانوا ناجحين جدا وعياداتهم شغاله حلو ومنتظمين في عملهم وليهم ابحاث ويحضروا مؤتمرات، فجاه اختفوا، تطلبه في العياده ما بقاش منتظم، تسال عليه يقول لك اصل اتجوز واحده ثانيه، واخد بالك؟ لا خيبته الزوجه الثانيه. ليه؟ من كثره المسؤوليات بقى والحاجات. فاحنا لا ننصح في زمن الفتنه ان الانسان يتزوج بواحده، ولك اسوه حسنه في ابيك ادم لم يتزوج الا امنا حواء، فكفايه عليك. يعني انت عايز تبقى ارجل من ادم؟ كان ربنا يعني لو الاصل تعدد الزوجات، لو الاصل زي ما بيقولوا العيال الوهابيه بيقولوا الاصل تعدد الزوجات، لو كان الاصل كده كان ربنا خلق لسيدنا ادم من كل ضلع من ضلوعه زوج، كان يبقى عنده 24 زوجه، صح ولا لا؟ لكن ده خلق له واحده بس وفضلت معاه طول عمره ما خلقلوش غيرها، فدليل ان الاصل تبقى واحده، وان اكتر من واحده ده الاستثناء وليس الاصل. واضح؟ دي نقطه مهمه، خلافا لماذا للجماعه الوهابيه السلفيه يبقى رايح يخطب واحده ولا على فكره هتجوز عليك. والله عيال بتقول كده حاجه غريبه، لان فاهم ان كده يعني ايه، يعني ان الشرع بيبقى كده، يعني خليه يعمل كده. بس لو عمل كده وجب عليه القسم بالشروط اللي احنا شايفينها دي اللي هتخليه ماشي يتلفت حوالين نفسه. طبعا طبعا، بس التفاصيل بتختلف من مذهب لمذهب، تفاصيل دقيقه بسيطه، لكن الصوره العامه كده انه لازم يعدل، يعدل في المكان، يعدل حتى في ده اتجوز ودخل بيها في شقه ثلاث اوض في الحي الفلاني، يبقى دي برضه ثلاث اوض وفي الحي الفلاني، والا يبقى ظالم، ما يجيبش دي اوضه وصاله ودي ثلاث اوض، يجيب لدي ثلاجه مثلا ويستنج هاوس والتاني يجيب لها ثلاجه ايديال، ما ينفعش، ما فيش عدل، لازم زي بعض. شوف المشكله بقى، عشان كده لو عرف الزوج بهذه الطريقه يقول لك لا يا عم كفايه كده علينا واحده الحمد لله. فاحنا بنقرا احكام القسم علشان ما تعملهاش، مش عشان تعملها. ليه؟ لصعوبة مراعاتها العلم، لأنها صعبة يعني. وكان مشايخنا في التربية كانوا ينصحونا في أزمان الفتنة الرجل يكتفي بواحدة. في زمن الفتنة. كان مشايخنا اللي ربونا كده. يقول لك يكفيك في زمن الفتن واحدة. ما تكترش، ليه؟ لأن كثرة الزواج فتنة فوق زمن الفتن. فهمت إزاي؟ فتزدر عليك فتن. المهم بيقول هنا ايه؟ لانه وكان عند الزوج غير الجديده وهو يبيت عندها، يعني دخل بها، يبقى وجب الخصم ايه الثاني، خدت بالك؟ بخلاف ما اذا لم يكن عنده غير الجديده. يعني ما عندوش الا واحده خلاص بقى، ما فيش مشاكل. يقعد معها السبع ايام بتوعه وبعد كده ممكن يقعد معها كل ربع ليله. ويريح منها ثلاث ايام ما يجراش حاجه، مفيش اشكال. او يبات عندها يومين بقى براحته، وما عندوش غير، ما عندوش عداد قاعد يحسب عليه انه لازم يعدل هنا ويعدل هنا. وهو لا يبيت عندها فلا يجب للجديده حق الزفاف طالما ما دخلش بالاولى. لكن ذكر الشيخان انه لو تزوج جديدتين ليس في نكاحه غيرهما، ليس في نكاحه غيرهما، وجب لهما حق الزفاف، وحمل على ما لو أراد القسم بينهما، حمل هنا لو ما لو أراد القسم بينهما هنا. قوله بسبع ليال أي بأيامها، وعبر بالليالي لأصالات، لأن احنا عندنا الأصل الليل والنهار تبع، إلا لو كان عمله بالليل زي الحارس يبقى الأصل عنده النهار والليل تبع، فهمت؟ وعبر بالليالي لأصالتها والحكمة في اختيار السبع. ليه قال لك سبع؟ بيقول لك أنها عدد أيام الدنيا وما زاد كالتكرار لها. وقول متوالية أي لأن الحشمة لا تزول بالمفرق وليست على الفور ما لم يدر الدور، ليست السبعة أيام على الفور بمجرد العقد، يعني ما لم يدر الدور، يعني ما لم يدخل بهن. واضح؟ قول إن كانت تلك الجديدة بكرا أي حقيقة، في بكر حقيقة وفي بكر حكمة، يبقى البكرة نوعين، بكرة حقيقية وبكرة حكمية. البكرة الحقيقية اللي هي لسه فيها غشاء بكر ولم
يقربها رجل قبل ذلك، كويس، دي اسمها بكارة حقيقية. ولو غوراء أو حكماء، دي بقى إيه حكما؟ غوراء يعني إيه؟ يعني افرض جامعها ولكنها لأنها غوراء يعني الجغساء البقرة بتاعها عميق فلم يخترق، تفضل بكر، واضح، دي اسمها غوراء. أو حكماء مخلوقة بغير غشاء بكرة أصلا، ودي حالات بتحصل، هي مخلوقة كده، فتبقى برضو بكر، بس بكر حكما وليس حقيقة. ها؟ لا، ولو غوراء أو حكماء. الحكماء اللي هي إيه؟ هي التي زالت بكرتها بغير الوقت كالمرض. أنا مكتوب عندي حكما؟ حكما؟ يبقى هي حكما أحلى. خليها حكما، بس أنا عندي حطيت همزة كده، عايزين نراجعها في القاموس. هل كلمة حكماء دي تبقى ليها معنى متعلقة بكده ولا لا؟ نراجعها في القاموس. لكن هي مكتوبة عندي حكماء، بس أنا مش هشطبها أحط تحتها خط كده. لكن هي معناها حكما يعني زي ما قلت لك، إن البكرة نوعان، حقيقية أو حكما، لأن ممكن وهي طفلة صغيرة بتلعب بتجري بتعمل اتقطع غشاء البكرة بتاعتها وهي برضو بكرة. فهمتني ازاي؟ بتحصل يعني كتير. اي او حكما غوراء حقيقة، ولو غوراء او حكما، وهي التي زالت بكرتها بغير الوطء كالمرض او الوثبة او نحو ذلك. وكذا المخلوقة ثيبا، المخلوقة ثيبا يعني بغير غشاء بكرة يعني. وانما زيد للبكر لاستحيائها اكثر، ويحرم عليه بقى في فترة السبعة أيام دي يخرج ولو لصلاة الجمعة إلا بإذنها، وإلا لو قالت له لا ما تخرجش يصلي معاها ظهر. شوف قد إيه بقى مراعاة لحق الزوجة، أصل ممكن يكونوا ساكنين في حتة بعيدة وحتة موحشة، يجي يقول لها هسيبك في الشقة وأنزل أصلي صلاة الجمعة، هي تخاف. بتبقى كده يعني، أنا أول ما تزوجت مثلا مراتي كانت تخاف تقعد لوحدها، لسه ما خلفتش، كنت كل ما اروح مشوار لازم انزل اوصلها لبيت والدها الاول، وبعدين اروح اعمل مشوار وبعدين ارجع اجيبها تاني، شغلانه لحد الحمد لله ما خلفنا واستريحنا من المشكله دي. لان ممكن الزوجه في الاول بتبقى ايه، خايفه تعيش لوحدها، عيله بقى متعوده على بيت ابوها ومعاها اخواتها وبتاع، وانت خدتها بقى قعدتها في شقه لوحدها، وبعدين تقول لك انا بحس بخيالات وحاجه اتحركت كده وسمعت الصوت، ويجي لها بقى وتقول لك البيت ده مسكون ونخش في مواويل بقى، بتحصل والله، بيجي لنا شكاوى بمثل هذا. وعلشان كده يقول لك ما يخرجش الا باذنها. افرض خوافه تقول له اقعد هنا هنصلي جماعه مع بعض، يقعد يسمع الكلام، حتى الجماعه ما يصليهاش. شوف قد ايه الشرع يراعي طبيعه الانسان وشفيق الانسان، دي برضه رحمه في الشرع الشريف. ده ساعه ايه السبع ايام بتوعها او الثلاث ايام بتوع الزوجه الجديده. لو اتجوزت برضه واحدة أول سبعة أيام ما تخرجش إلا بإذنها. أيوه. حتى الصلوات إلا لو أذنت لك. فهمتني إزاي؟ واضح؟ لازم بإذنها. إيه؟ فأول، طب ما هوش العوام، دول علماء. دول علماء مش عوام، دول علماء. لأن هو العلم كده. ايه لو ما عملش باذنها هنشوفها يعني، يقول لك الشيخ. فبيقول لك هنا ويحرم عليه، عليه يعني على الزوج، الخروج للجمعه والجماعه ونحوهما كعياده المرضى وتشييع الجنائز ليلا ونهارا الا بالرضا. عمه مات وعايز يروح يحضر جنازه عمه وهو لسه في السبعة أيام، ممكن استأذن منها، ممكن أروح، لو أذنت له يروح، لو قالت له لأ خدني معاك ياخدها، لأ أو ما تاخدنيش معاك يبعت مسج تليغراف وخلاص. فهمت بقى إزاي؟ مراعاة لإيه؟ لأن حق الحي مقدم على حق الميت، وإن كان الميت برضه ليه حق، بس الحي إيه؟ حقه مقدم. وتشييع الجنائز ليلا ونهارا الا برضاها على المعتمد،
يبقى في رأي مقابل للمعتمد انه يصلي الجماعة، يصلي الجمعة، ما يجراش حاجة، بس ده مش يعملوش المعتمد. فهمت ازاي؟ خلافا لمن قال ولا يتخلف بسبب ذلك عن الجمعة والجماعات وسائر أعمال البر كعيادة المرضى وتشييع الجنائز مدة الزفاف إلا ليلا فيتخلف وجوبا تقديما للواجب. قال وهذا ما جرى عليه الشيخان وإن خالف فيه بعض المتأخرين. انتهى. والمعتمد ما قاله بعض المتأخرين من حرمة الخروج لذلك ليلا ونهارا إلا بالرضا. يبقى بعض المتقدمين ونسب ذلك للشيخان اللي هم مين؟ الرافعي والنووي. مش كده؟ ما بنقول الشيخان هنا يقصد الرافعي والنووي. نسب ذلك ولكن مش متأكدين، لكن المتأخرين قالوا لا، الشيخان قالوا يخرج نهارا وليلا لا. ليه؟ لأن الليل فيه برضه سكون وحشة أكثر. والتانيين قال لك لا، ليلا ونهار. الاثنين مع بعض، خدت بالك؟ قوله ولا يقضي للباقيات، فلو زاد للبكر على السبع ولو باختيارها، كأن طلبت عشرا قضى الزائد للباقيات دون السبع، قالت له ما تخلينا انا عشرة بقى، زود لي ثلاث ايام كمان، او هو من نفسه لقى نفسه مستريح كده فلما نكمل ثلاثة كمان. واخد بالك؟ التانيين مطلعين عينه ولقى بقى دي ريحته، قال والله جميلة نقعد معاها كمان ثلاثة أيام، سواء برضاه هو أو برضاها هي، يبقى وجب عليه قضاء الزيادة للتانيين. خدت بالك؟ فلو زاد للبكر على السبع يعني بنفسه ولو باختيارها أو باختيارها هي، كأن طلبت عشرا قضى الزائد للباقيات دون السبع. خد بالك، بخلاف السيب لو ادى أكثر من ثلاثة يقضي الكل. خد بالك، البكر غير السيد. يبقى البكر لو زود عن السبع يعوض الزيادة اللي زاد، لكن البكر لو زود عن الثلاثة يعوض الكل. واضح؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تزوج ستنا أم سلمة قال لها إن شئت سبعت لك، وهي سيب. أم سلمة كانت متزوجة أبو سلمة قبله، فقال لها إن شئت سبعت لك وسبعت للباقي، وإن شئت سلست ودرت. فقالت سلس يا رسول الله ودرت، درت عن النساء يعني، يعني أقضي معها ثلاث أيام وبعدين يبدأ الدورة بقى. فاختارت ستنا أم سلمة إيه؟ التلاتة، لأنه لو حاول يسبع لتسعة هيرجع لها متأخر قوي. كانت حكيمة برضه، قالت له لا سلس يا رسول الله. قوله إن كانت تلك الجديدة ثيبا، وخصها أي الجديدة، وقوله بثلاث أي من الليالي بأيامها. والحكمة في اختيار الثلاث أنها مغتفرة في الشرع. طب ليه قلنا في الثيب الثلاث؟ قلنا في البكر الحكمة في السبع إن دي عدد العدد الكامل عند العرب السبع، وإنها بعدد أيام الأسبوع. خد بالك، وبعد كده ما زاد تكرار لها. ده بالنسبة للسبع. طب وبالنسبة للثلاث؟ قال لأن الثلاث مغتفرة. إحنا عندنا في الشافعية ثلاث حركات متتاليات في الصلاة لا تبطلها بس مكروهة، لو زادت عن الثلاثة ما بقتش مغتفرة. مش كده؟ لو مسافر وهيقعد ثلاث أيام يظل له حكم المسافر مغتفرة. زادت عن الثلاثة بقت أربعة بقى مقيم، يبقى الثلاثة مغتفرة في الشرع. فهمت بقى المسألة؟ فخلوا الثلاثة مغتفرة. والحكمة في اختيار الثلاث أنها مغتفرة في الشرع، وقول متوالية أي لأن الحشمة لا تزول بالمفرق كما مر. قول إن كانت تلك الجديدة ثيبا أي وهي التي زالت، مين الثيب بقى؟ هيقول لك تعرف، التي زالت بكارتها بالوطء حلالا كان أو حراما أو وطء شبه. خد بالك، بخلاف حد الزنا بقى، هنيجي في حد الزنا، الثيب في الزنا تعرفها غير هنا. فهمتني ازاي؟ يعني الثيب في الزنا لابد ان يكون بعقد صحيح. خد بالك، انما الثيب هنا في موضوع الزواج والزفاف والقصد ما يشترطش فيها العقد الصحيح، لو عقد لو وطئ شبهة ولو بزنا طالما دخل بها يبقى خلاص اسمها ثيب. فهمت ازاي؟
يبقى تعريف السيب هنا في باب القصد غير تعريف السيب في باب حد الزنا هناك هنيجي ناخده بعد كده في ابواب الحدود يختلف. تاخد بالك من الحتت دي. يبقى ما يجي يقول لك ما هي السيب في السؤال في الامتحان تقوم تجاوب للشيخ تقول له في باب القسم هي كذا وكذا وكذا وفي باب حد الزنا هي كذا وكذا. خدت بالك؟ عشان تبقى راجل علامه. ملهاش تعريف واحد. قوله ان كانت تلك الجديده ثيبا وهي التي زالت بكارتها بالوطئ حلالا كان او حراما او وطئ شبهه. خد بالك، حلالا كان او حراما، حراما زنا او اغتصاب. واضح؟ ادي معنى الحرام او وطئ شبهه. يعني ظنها زوجته في الظلمه فجمعها وهي ما طلعت من زوجته، ده اسمه وطئ شبهه. لا تأثم ولا يأثم الواطئ ولكن لا حكم السيوبه، خلاص بقت سيب. فهمت بقى ازاي؟ ده الوطئ الشبهه. او بعقد شبهه، يعني تزوجها وعقد عليها ودخل بها ثم بنت انها اخته من الرضاعه ففسخ العقد بقت سيب برضه. فهمت ازاي؟ ادي معناه وطئ الشبهه. وطئ الشبهه اما بسبب عقد، ولكن عقد ظنها انها حلال له فبانت انها حرام له، كان عقد على امراه واتضح بعد العقد ان لها زوج ولم يطلق. لا، الزنا لازم يبقى فيه العمد، لكن دي كانت نايمه واخد بالك وهي نومها تقيل ونايمه على فراش اختها واختها زوجها اعمى. كويس؟ دخل نام فاهم ان مراته هي اللي نايمه جنبه فجمعها وطلعت دي مش مراته، دي اخت مراته كانت بايته عندهم الليله دي وما قالولوش وهي نومها تقيل. ده اسمه وطئ شبهه. وطئ شبهه. لو كانت البنت دي بقى بكر ايه صارت سيبا. فهمتني ازاي؟ ده وطئ شبهه، ظنها زوجته وهي طلعت من زوجته. واضح؟ أو ظنته هو زوجها برضه فاقتربت منه وطلع من زوجها. بتحصل حاجات زي دي، أخين توأم شبه بعض زي فيلم إسماعيل ياسين ومش عارف الحاجات اللي بيعملوها دي. واخد بالك ازاي؟ الحاجات اللي كانوا بيعملوها زمان، أفلام كده. وده يبات عند دي وده يبات عند دي ولخبطوا لنا الدنيا. والحاجات اللي بتحصل دي. يعني الشرع يراعي كل المواقف، خد بالك الشرع له أحكام في كل موقف. يعني الفقهاء المسلمين ما احتروش. ليه؟ لأن حصلت عندهم كل الاحتمالات. فعندهم لكل الاحتمالات حكم. واضح؟ مش عالم مفلسة يعني ما يتلخم، لا، فقهاء المسلمين دول يعني أكابر. مفيش حاجة اسمها يتلخم. خدت بالك؟ اللي يتلخم ده يبقى ما قراش الحواشي. يعني قرا كده في شرشر نط ميكي جيب، فقه في ميكي جيب. أو في الصفحة الدينية في مجلة السندباد البحري. ده يتلخم على طول لانه ما عندوش معلومات واسعه. او بيقرا الصفحه الدينيه في جريده الاهرام والعياذ بالله. او بياخد مثلا دينه من قناه الناس والرحمه. او القنوات الفضائيه. ده هو ده اللي يتلخم، لانه مش هياخد الدين بطريقه علميه. ده هيبقى عنده ثقافه بس كده. المهم خلينا هنا. السيب اللي هي ايه؟ تعرفها في الباب ده. التي زالت بكرتها بالوطئ حلالا كان او حراما او وطئ شبهه، فلو زادها على الثلاث بغير اختيارها قضى الزائد للباقيات، او باختيارها لدون السبع كان طلبت خمسا فيقضي يومين للباقيات بخلاف اختيارها للسبع فيقضيها جميعا. فهمت الفرق بقى؟ لانها لما طمعت في حق غيرها وهي البكر سقط حقها، ولذلك يسن تخييرها بين ثلاث بلا قضاء وسبع بقضاء، كما فعل صلى الله عليه وسلم بأم سلمة حيث قال لها إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت، أي بالقسم الأول بلا قضاء. ويتصور قضاء السبع للباقيات من 21 ليلة، كل واحدة سبعة متوالية. يقول لك يتصور بقى إزاي هيقضي السبعة كل واحدة سبعة متوالية كما قاله الشيخ ابن حجر، وهو الظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم وسبعت عندهن. لكن الشيخ سلطان والشبرمليسي قال لك لا يتصور الأمر إلا من 84 ليلة على فكرة. قالوها بطريقة تانية يعني.
واحد حلها قال لي دي سبعة دي ودي سبعة ودي سبعة ودول ثلاثة والرابعة خدتها، يبقى في 21 يخلص وبعد كده يدور. ده طريقة، دي طريقة ابن حجر الهيتمي. طريقة بقى ايه الشيخ سلطان والشبرم الليثي، يقول لك لا يتصور الا من 84 ليلة، لأنه إنما يقضيها من نوبتها من الأدوار. التانيين قال لك لا، ده هيقضيها من نوبتها مش هيقضيها من نوبات غيرها، خدت بالك؟ فانت بقيت حسبة تانية. هيعملها ازاي بقى؟ لأنه إنما يقضيها من نوبتها من الأدوار، فإذا جاءت ليلة الجديدة في الدور الأول باتها عند واحدة من البقيات بالقرعة. يعني هو هياخد منها سبعة، لأن اداها زيادة سبعة، يقوم إيه يدور عليهم ويجي للجديدة دورها يروح مديه لواحدة من الثلاثة التانيين بالقرعة. فهمت؟ وبعد كده يدور تاني، يجي دور الجديدة يروح مديه لواحدة من الاثنين الباقيين بالقرعة. وبعدين يدور تالت، يجي دور الجديدة يروح مديه للباقية، مش عايزة قرعة. فهمتني بقى ازاي؟ وهكذا بقى لحد ما يكمل لكلهم سبعة، وحلني بقى على ما يرجع لها بعد حاجة وثمانين ايه ليلة. فهمت الطريقة؟ وإذا جاءتها ليلتها في الدور الثاني باتها عند واحدة من الباقيتين بالقرعة أيضا، وفي الدور الثالث يبيتها عند الثالثة بلا قرعة. فقد حصل لكل واحدة من الباقيات من 12 ليلة ليلة، وهكذا حتى يحصل لكل واحدة سبع، وذلك لا يحصل إلا من 84، وفيه مشقة لا تخفى. فهمت بقى؟ بس طريقة ابن حجر الهيتمي أسهل. ونخلص. قوله فلو فرق الليالي تفريع على مفهوم قوله متوالية، فالموالاة واجبة لعدم القضاء. وقول بنومه ليلة أي بسبب نومه ليلة، فهذا سبب للتفريق. وقالوا وليلة في مسجد مثلا أي أو في وكالة أو نحوها، يعني عمله مثلا أو نحوها، لم يحسب ذلك أي ما فرقه. وقول بل يوفي الجديد حقها متواليا وهو السبع للبكر والثلاث السيب، ويقضي ما فرقه للبقية أي من نوبة الجديدة في أثناء الأدوار. فإذا جاءت نوبتها في الدور الأول بتاها عند واحدة من البقيات بالقرعة، وإذا جاءت نوبتها في الدور الثاني بتاها عند واحدة من البقيتين بقرعة أيضا، وفي الثالث يبتوها عند البقية بلا قرعة، وهكذا حتى يتم قضاء ما فرقه. واضح الحكاية دي. ونقف هنا على قول إيه، وإذا خاف الزوج نشوز المرأة، يوم الاثنين الجاي إن شاء الله نبدأ في أحكام النشوز الاثنين القادم إن شاء الله. أيوه تبدأ البكر. تبدأ البكر. ايه؟ نقعد احسبها بقى انت مع الشبرم الليثي وقولها لي بقى، اقعد انت احسبها براحتك كده. لكن انا همشي على طريقة ابن حجر الهيتمي. ده لو كان عندي يعني، لكن انا الحمد لله مش عندي. الحمد لله، بس طريقة ابن حجر الهيتمي اسهل. اسهل في الفهم يعني. لكن على اي حال انت اقعد اعملها بالورقه والقلم واتجوز اربعه كده وقول لي عملت ايه وبقابلني يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله. وجزاكم الله خيرا.